ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في حلقة جديدة. مكملين في لعبة ريزنت ايفل. اخر مرة كنا لقينا القناع بتاع الحزن، تقريبا لحد دلوقتي لقينا اتنين. لسه تقريبا اتنين كمان، والاخ ده لسه لما هو قاعد اهو بيعمل ايه؟ دلوقتي مهمتنا لقينا اتنين، لسه فاضل كمان اتنين. احنا دلوقتي معانا المفتاح اللي هو اسمه مش عارف ايه كده. فالمفتاح ده، ثواني يا حبيبي ثواني، المفتاح ده في الدور اللي احنا فيه ده مش هيفتح لنا حاجة. طب الدور اللي تحت فيه هنا اهو مفتاح الشارع الحديدية، ده معانا ده ولا مش معانا؟ مش عارف. اه معانا، تمام، احنا معانا مفتاح الشارع الحديدية. يبقى احنا محتاجين ننزل تحت، في واحد في الآخر هناك أهو، وفي واحد فوق. طب ننزل تحت الأول. طبعا الحاجة شبه هنا الرمز دي موجودة. كان عاوز لسه نحط اللي معانا عشان نخلص منه. نطمن والله العظيم مش مطمن لك. انا كده ماشي صح ولا ايه الدنيا يعني؟ لا كده ربيت الازعاج. وتقريبا يا جماعة ده السلم تقريبا هنا، ده اللي هينزل من عن طريقه. ده تقريبا ده الوحيد المتصل بالسلم ده. انا مش عارف هو ده ولا لا، فانا اخمن يعني. ف نطلع ونروح المطبخ. يا نهار ابيض على اللفه. طبعا ده كله في ظل الحاجه دي موجوده فوق. خد بقى عشان فوق ده، في ظل ان الحاجه دي احنا مهمتنا دلوقتي ان احنا نروح طوالي في شمال. السلام عليكم. هو تطلع بس بوشي. شمال. يا ربي بقى ارحموني بقى. انا اسف جدا لمعاليك. اوعدك ان انا مش هاجي تاني. ده ايه ده ان شاء الله؟ ما بيتنا ازاي؟ هو المفروض في سلم هنا؟ صباح العسل. ايوه يا عم اهو. ايوه كده مظبوط. ايوه فين بقى ال يا خرش عليا. بقول لكم ايه؟ اطلع لي بسيف. انا لحد دلوقتي يا جماعه مش عارف اغير الحساسيه. بس الحساسيه بتاع الساعه مش عارف اغيرها. شكرا. انا غلطان اصلا. انا واحد زنديق. انا بعبر ابوكم. ايوه اه افتح يا معلم، افتح يا زميلي، اقفل امه. كسر اديني في الشجرن، اديني والله ما فكرش الجن. طب انا اعمل ايه هنا؟ مش فاهم. ده عاوزين يولعوا ولا ارجع انت ورا واحد يجي ولعها ازاي دي؟ بتهزروا؟ خليني يلعب انت ورا. لا ارجع ورا مش بعد كله.
ده الكلب بعد كله عاوز. طب هو تقريبا ده اتفجر يا ابني. دي الله عليك يا ابني، خبرة في التاسيس. شظية كريستيلية. طب ما نزقك بقى. انا فهمت، انا هنزق دي كده. الله، بحب انا ريزيدنت ايفل بتعمل شوية بازلز كده عسليات قوي. لا البازلز في الجزء ده غريبة جدا. طلع يا عم انت كمان بقى، ما تبقاش رخم ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ مش هو كده برضه؟ نهار ابيض عليا. قسما بالله بتهزره، قسما بالله بتهزره. ده اللي ده طلع صح. طب اعمل ايه سيادتك؟ هو انت ما تعرفش تمسك الشمع يا ابني، تولع فيها ولا ايه النظام؟ خراشي عليا. طب ما انا اعمل ايه طيب؟ ازقها طيب وقعها. طب اوقع دي كمان طيب ولا اعمل ايه؟ شويه منها يا عم. اقفل يا عم، انا قلت لك افتح. مش فاهم برضه عشان البازل الغريب ده. ما هي دي هتولع. بس كده يا عم كده فجر واحدة كمان. يمكن تاني حاجة عملت حاجة ولا أي حاجة يا عم. مين المتخلف؟ مين ابن اللي جايبينه يعمل البازلز دي؟ مين اللي اختار الشمع اهو يا جدعان؟ الشمع اهو يا خراشة عليا. انت عارفين ان مفيش شمع في الارض؟ اقول لك والله ماشي. ماشي الشمع على الارض اهو. تقريبا هنعدي التسديد كله النهارده في البازل السخيف ده. والله سخيف. هلطم والله هلطم. على فكرة أنا عملت كده، بس هو لازم تقريبا يتعامل بالمسدس. لما تعملش المسدس مش هينفع. ربنا ينتقم منك يا دبالي. انت عين زرقاء؟ أنا فاكر يعني الزرقاء دي. أنا عامل بيها حاجة بس مش فاكر هي ايه. طيب ده أول. بعد كده الدور التالت اللي فوق. شوفوا خالص طبعا الموضوع مش هيهتم كده بالصورة. طبعا لازم نلاقي محمد وابراهيم وحمادة واصحابهم جايين لازم يعني. ايه بقى يا عم بقى؟ ماشي السلم مكان هنا. انا عديته ولا ايه؟ اهو تروحش على اللفة يعني. لفة لفة. احنا دلوقتي عاوزين نروح قاعة الأوبرا كده اهو. هي قاعة الأوبرا ولا ايه النظام؟ بس ما ايوه ودي بتروحتها ازاي؟ الفناء. طيب ننزل. هو الفناء بتروحوا ازاي؟ مش فاكر حاجة. ايه
السنة كان منين؟ كان هنا؟ ربنا ما فاكر، والله ما فاكر أي حاجة. أيوة تمام أهو، أيوة أيوة هنا كده زي ما أنا. تمام. ازيك؟ اوه السلام عليكم مامي مامي، وانا كاني موجود يا مامي. اوكي، انا عارف انا اروح فين يعني، انا هير يو ار هنا يعني. هو السلم ده بالله عليك ما تيجي ورايا، هات امك هات امك. هو ده هي ورايا؟ افتح ام الباب افتح ام الباب. وانت يا اختي so you finally came to see me. Everyone falls for me all the time. بترجع بقى بقى يا رب عليا. طب انا عايز ام انا بعدين. طيب بدي مقفول كده. مفيش ام. طب ما قلتها ازاي دي والنبي؟ ده ايه ده؟ افتحها افتحها افتحها. ايوه اي يا كلب يا واطي. مين؟ انا جدي جدا. تعالي يا كلبة. مش ده حقيقة. بصي بسكينة يا كلبة. كلبة. ايوه. سلميني بقى على ماما بقى. سلميني على ماما. طيرة. مفيش حاجة، يلا بينا. أنا فين دلوقتي بس عشان أنا الدنيا بقت غريبة كده، قاعة البهجة. إذا المرسم بيعملوه تقريبا هنا، المرسم يعملوه هنا؟ تعال البت اللي عاملين يتكلموا عليه دوت. طب ده كان انا واحد بقى. ايوه كده تمام كده الدنيا اتفتحت. ايوه قشطة قوي كده، احنا فضلنا واحد بس ونخرج من البيت ابن الحلوة ده. مش اي حاجة في الساعة الكبيرة دي. صوت ايه ده؟ شوف مستخبي هنا ولا هنا كده. تعدين ده مثل حاجة جميلة. مش مطمن والله مطمن. طول ده كله ساعة ايدي ندعى الخمسة أجراس في هذه القاعة ترن. ما فيش أي حاجة تحت يعني. مستعد لأي حاجة. مش بيتفتح ده؟ ما بعمل ايه؟ خليهم يرنوا ازاي يعني مش فاهم.
في علامة تعجب، بيقول لك نزع 5 أجراض، نزع 5 أجراض في هذه القاعة ترن. ايوه 2. يا نهار ابيض، هزروا هو فاضل واحد. مثلا واحد ما شافش. يا نهار، بص فين فين، بس كده اللي يحصل بقى. ما واحد اتنين تلاتة أربعة، تبدأ السباحة كمان. تهزروا؟ فين؟ فين؟ يا نهار أبيض عليا. متفائل خالص خالص، بس نجهز نفسنا كده نشوف لو في إمكانية نصنع أي حاجة. مفيش، ده خربانة خالص. صباح الفل، يلا يلا اتكل على الله كده. تمام، روح نفسك شوية. في ايه الطلعة دي؟ مش من وراها ان مش عارف ليه. ايه الطلعة دي يا ابني؟ انت طالع مطلع، يخرب بيتك يا عيسى. ايه اللي بيخربش هنا؟ ايه ده؟ انا هقدر الوسطى دي بقى. بقى والله ما اخسرها فيك. تكون في اي حاجة انا؟ مفيش خسارة. خريطة كنز. لا انت خريطة كنز مين بقى؟ وانا مش عارف الاقي اي حاجة سيادتك. ما ودكش. نشوف خط الكنز دي يمكن نلاقيها. ايه كيتشن، مش عارف ايه ده، مطبخ. هطلع كده على السلم، عارف في حاجة. انا مسخن على الكنز بصراحة. مش سمعت ان هناك شيء ما يدعى خنجر زهور الموت في هذه القلعة؟ يبدو انها تحفة من العصور الوسطى، مغموسة بخلطة من السموم من جميع ارجاء القارة. انها صنعت لقتل الشياطين والوحوش. شايف لي حاجة دي اللي انت كده يعني مش شفتكش كده يعني كده كده ما شفتكش. يلا انت واخد يلا اتنين في راسك كده، المفروض تقع. يلا ايه يا حماده، في ايه؟ واحد كلب وراه خلاص. بتشغل الموسيقى ليه؟ ما تشغلش الموسيقى، ده لسه ما عملناش اي حاجه. اوبا اديني يلا اديني في الرشاش. عاوز رشاش بقى. ده في ان في سيف كمان. نعم امروني. وحوش بتطير كمان، ده انا هتشغل مسدس سيادتك الاسطح. بس انا بجري، انا بحب اجري. فين هجري؟ انا مش عارف. هو في يا ابني
لا بقول لك ايه، شغل خض وكده ماليش فيه. اما تيجي انا لك يلا تراجع ورا شويه، ما لازم استكشف المنطقه. طب تجري اجري. ده ايه ده؟ بتنوح ليه؟ مش فاهم انت بتنوح ليه دلوقتي؟ بتنوح انت ليه؟ ده ايه ده؟ مين قالك انت هو؟ انتوا صداع. معرفش نروح هنا وخلاص. ده العجلة دي محتاجة تقريبا. الله والله. I should be able to get out with these. ماشي بقول لكم ايه؟ خش ضاع. يلا انت اول فكره. فين ال كونوبل؟ الكونوبل خلصت؟ والله؟ لا. خلاص عليا. بقى مش عارف انا. لا حول ولا قوة الا بالله. لا انزل فيها على طول. اهدى على نفسك يا حبيبي، ما تهزقش قوي كده. وانت يعني مين اهلك؟ ولا حبة كلاب. مصدقوا زيتهم؟ صدقتوا زيتهم؟ ايه البطء ده؟ مش بس اجري بسرعة؟ ايوه طوالي. روح فين؟ بيت والنبي فين عجزنا؟ طوال يا ايدي ايدي فداكي يا شيخ. العيال بتروح وبتيجي فداكي. افتح يابا. بس سيف وجيلك بقى، سيف وجيلك. طب يا جماعه هنقف النهارده لحد كده. يا رب تكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. دخلت لي ولا ايه؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.